افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع الرمال السوداء في مدينة البرولوس بمحافظة كفر الشيخ، والمصنع ده بيعتبر المصنع الأحدث من نوعه على مستوى العالم كله، وده بيعتبر الأحدث في استخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، وكمان بيعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى اللي بتهدف لتعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وكمان تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء اللي بتستخدم برضو في العديد من الصناعات الدقيقة، وكمان اللي بتفتح أفاق لاستثمارات جديدة بتدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة. كمان تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرولوس، وأكد على أن لدينا إرادة سياسية قوية لتنفيذ مجمع مصانع الرمال السوداء ونية صادقة لخدمة مصر. وقال الرئيس أن العاملين بالمشروع يخضعوا لحماية شديدة ويجري تنظيم ساعات عملهم بحيث لا يتعرضون لجرعات عالية. وواجه الرئيس حديثه للدكتور حامد ميرا رئيس هيئة الموارد النووية، وقال لو محتاجين مواد يرتدوها العاملون احنا مستعدين لده علشان نكون محتاطين اكتر. اللي شغال مش شغال يوم ولا شهر، ده شغال على طول، ودول اهلنا، عايزين نطمن ان المشروع ملوش اي تأثير صحي على الانسان. معمول للمشروع دراسات بيئية على اعلى مستوى، دايما العاملين في المشروع تحت رقابة شديدة جدا، ورجال هيئة المواد النووية والوقاية الإشعاعية قاعدة معاهم ليل نهار بأجهزتهم، في فيزيكال بروتكشن رائع، حماية ليهم رائعة، حتى إحنا يا فندم منظمين ساعات عملهم بحيث ما يتعرضوش لجرعات عند ليمت معين، بنحط العامل قدام ساعات معينة لو زاد عنها ممكن يتعرض، لكن إحنا حاطين له ساعات. تاني حاجة سيادتك بالنسبة للمونازايت بالذات والزيركون، دول محفوظين في باكج معين بيمنع التسريب الإشعاعي تماما، المنظومة قوية جدا، لأن يهمنا في الأول والآخر بيئة العمل وسلامة بيئة العمل بما فيها العاملين. فأنا بطمن سيادتك جدا للبعد البيئي متوفر تماما، مفيش أي مشاكل بيئة ممكن يتعرضوا لها خالص، ساعات العمل منتظمة، الجرعات الإشعاعية ضعيفة لا ترقى إن هي تصيب أحد لا قدر الله، كل شيء تقريبا محسوب في هذا المشروع الصديق تماما للبيئة. طيب أنتوا لو أنتوا شايفين إن إحنا محتاجين مواد لارتدائها للعاملين أو كده، إحنا مستعدين نعمل ده، يعني نبقى متحوطين أكتر طبعا، حارسين أكتر طبعا، عشان في النهاية ما هو اللي شغال مش شغال يوم ولا شهر، ده شغال على طول. صحيح. فاحنا عايزين نبقى مطمنين من الكلام ده، لان دول اهلنا طبعا طبعا، فعايزين نطمن ان الشغل ده ملوش اي تاثير صحي على الانسان من خلال الاجراءات اللي بتتعمل بالدراسات اللي انتم عارفينها تمام، والمعايير المعمول بيها تمام، وايضا بالاحتياطات اللي احنا تمام ممكن نحققها. كمان استمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل الكراكة البحرية تحيا مصر المشاركة في مشروع الرمال السوداء، وطلب السيد الرئيس السيسي القطاع الخاص بالمشاركة في مشروع الرمال السوداء. البيانات والمعلومات يا دكتور مصطفى المتاحة للمشروع متاحة للكل، للي عايز يشتغل في هذا الأمر. ليه بقى؟ ده يا وليد أنا بقول إيه؟ قلت السؤال وإجابته، قلت هل الاحتياطات اللي موجودة تكفي ان حضرتك تحط استثمارات لهذا الموضوع؟ طب حجم الطلب العالمي على المنتج اللي طالع موجود؟ يبقى فاضل ايه؟ فاضل ايه يا دكتور مصطفى؟ نعمل المشروع. ما قلتش الدولة بقى، ما قلتش ايه؟ ما قلتش الدولة، لا بقول تاني للقطاع الخاص، حتى للشركات اللي ابتدت تشتغل فيه تخش تتحرك معانا. طب تعمل كم واحد؟ كم مصنع زي كده او كم مجمع زي كده؟ واحد، اتنين، عشرة؟ انت بتتكلم الكيلو بياخد سنة؟ دكتور حامد مش كده؟ الكيلو بياخد سنة؟ نعم. طيب انت بتتكلم في 400 كيلو مش كده يا دكتور مصطفى؟ ده اللي انتوا اتأكدتوا منه صح؟ صحيح. يعني لو فرضا يعني في شركة واحدة تقدر تشتغل كده 400 سنة،
طب لو 10 شركات مش كده ولا ايه؟ طبعا. فطب يلا انا بقول كده للشركات تاني عشان في فرصة للموضوع دوت حتى على ضوء المؤكد دلوقتي. احنا في كلام تاني شغالين في نشوف هل في فرصة تانية في زي ما قال كده في بحيرة ناصر وبرنيس وحتة تانية وممكن او ان احنا كمان يبقى فيها الشغل ده. اذا ممكن نعمل مصنع واثنين وثلاثة واربعة سواء بشركات القطاع الخاص او لو هي عايزة تخش حتى في شراكة مع الدولة. دكتور مصطفى احنا ايه جاهزين.